رجال الغد أنتم متعتم بالسؤدد يا شباب اليوم أشياخ الغد يا شباب درسوا فاجتهدوا لينالوا غاية المجتهد وعد الله بكم أوطانكم ولقد أنا نجاز الموعد أنتم جيل جديد خلقوا لعصور مقبلات جدود كونوا الوحدة لا تفساخها نزعت الرأي والمعتقد أنا بايعت على ألا أرى فرقة هاكم على هذا يدي الوفا حفظكم أو رعيكم بعد عهد الله عهد البلد.